كصديق لا مثيل له، وكحبيب لا منافس له. لكن عندما يتحول الحب إلى هوس، هل يتجاوز كل الحدود؟ مسلسل جديد لأجلك مهما كان، من الأحد إلى الخميس، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. عاصفة على وشك أن تقلب حياتها رأساً على عقب، فإلى أين ترمي بها؟ مسلسل جديد أحمر هو لون الحنة، ابتداء من 23 من يناير، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. مأخوذ عن أحداث حقيقية. Trust me, darling. You cannot. جريمة تكشف الستار عن أسرار غامضة. This is a clear case of predetermined murder. I want him hanged. Prove Rustam's guilt. I plead not guilty. أكشاي كومار. روستوم، الأربعاء، 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. بالنسبة له، لا شيء أعظم من الوعد. هذا وعدي إليك باكي، أنا مستحيل أحب حدا تاني غيرك بحياتي. لكن حادثا واحدا، وعدني إنك رح تدير بالك على بنتي ساي بعد ما موت، يغير حياته. عندما تتعارض الأولويات، هل يغلب الواجب أم الحب؟ مسلسل جديد، حبيبتي من تكون، ابتداء من الأحد، 7 بتوقيت السعودية، 6 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. الحب كالمطر، يبدأ فجأة، يفرحنا ويحيرنا ويغير كل التوقعات ليكتب بداية جديدة. مسلسل جديد، رياح الحب الموسمية، ابتداء من الأحد، 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. بيتكن حلو كتير، بس ناقصه اللمسة السحرية لصوت العصافير والغيوم البيضة. قوة الصقر. هل يحمي الحب من قوى الشر؟ قصة حب ساحرة. مسلسل جديد، ساحرتي، ابتداء من الغد، 7 بتوقيت السعودية، 6 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. عصابة تديرها أم وابنها، ويحاربها خصم غير متوقع. سافيدري ماي. مين هاي؟ أنا كنتي، واسمي بيكون دانا. أنا وابنك أدينا وعود الزواج كلها، وجيت لحتى أوفي بهاي الوعود. مسلسل جديد، العدو الحبيب، من الأحد إلى الخميس، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. وبالرغم من نهاية قصتنا، بس ما انتهى شيء. قبل 8 سنين قصتنا مع بعض بقيت ناقصة وما انكتب لتكتمل. قصة الحب والحياة والموت ما اكتملت. أنا هلأ جاية لحتى أكمل قصتنا اللي بقيت ناقصة وما كملت.
لكنه لي الموسم الثاني ابتداء من الأحد، 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. بعد الزواج الرجال بيتحمل مسؤوليات البيت والمرأة بتهتم ببيتها، هاي هي عاداتنا. بس العادات ما بتقول إنه المرأة تقعد بالبيت وما تشتغل. لكن شو بتقول؟ نحن هلأ بال2021، بس عقلك لسه بال1921. إيش كي؟ البنات باسم التفكير الحديث عم يزعوا عاداتنا وتقاليدنا. لكل منهما نظرة مختلفة عن الزواج، هل يغيرها الحب؟ مسلسل جديد قدر الأجمل، ابتداء من الأحد، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. هل كان هذا الحب كله مجرد خدعة؟ كيف بعد عنا؟ شو يلي عم بيصير؟ انت الوحيد الخسران. طريقي وطريقك ما رح يجتمعوا ابدا. هابي بدها تتزوجني الي، عم تفهم؟ دمارك النهائي لحتى تذوق من نفس كاس المري اللي سقيتنا منه. ابتسم من قلبك. من الاحد الى الخميس، 7 بتوقيت السعودية، 6 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. السعادة تملأ حياتهم أخيرا. ولكن هل تدوم إلى الأبد؟ وعائلة أوبري رح تتدمر على الأكيد. للعشق جنون، الجزء الثاني، ابتداء من الأحد، 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. بعد أن وجدت الحب تكتشف أن الماضي لا يزال حاضرا. مسلسل جديد، الروح العاشقة، ابتداء من الأربعاء، 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. من هي اللحظة صرتي إلي كل العمر أروحي، وما حد رح يقدر يوقف بيناتنا. أنت إلي ورح تبقي إلي لحالي. بحبك أروحي. ديب لإلي وما حدا بالعالم بيقدر ياخده مني. ما رح يبقى غير وش واحد وبس. وشي أنا. من الأحد إلى الخميس، 7 بتوقيت السعودية، 6 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. يعملون معا لإنقاذ كل حياة في مستشفى واحد. مسلسل جديد، داوني، ابتداء من الأحد، 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود. بعد غياب طويل يعود إليها، لا لأجل الحب بل للانتقام. المسلسل المنتظر يعود في موسم جديد من النظرة الثانية، الجزء الرابع، ابتداء من الغد، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة على NBC بوليوود.
عاصفة على وشك أن تقلب حياتها رأسا على عقب، فإلى أين ترمي بها؟ مسلسل جديد أحمر هو لون الحنة، ابتداء من 23 يناير، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. كصديق لا مثيل له، وكحبيب لا منافس له، لكن عندما يتحول الحب إلى هوس هل يتجاوز كل الحدود؟ مسلسل جديد لأجلك مهما كان، من الأحد إلى الخميس، 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. مأخوذ عن أحداث حقيقية. Trust me, darling. You cannot. جريمة تكشف الستار عن أسرار غامضة. This is a clear case of predetermined murder. I want him hanged. Prove Rustam's guilt. I plead not guilty. أكشاي كومار. روستوم، الأربعاء، 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود. الحب كالمطر يبدأ فجأة، يفرحنا ويحيرنا ويغير كل التوقعات ليكتب بداية جديدة. مسلسل جديد رياح الحب موسمية، ابتداء من الأحد، 8 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت القاهرة، على NBC بوليوود.